وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالرد على الاسئله التي ارسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء لطرحها امام المؤتمر الاقتصادي. وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد ارسل الاسئله والاستفسارات التي اعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه لرئيس مجلس الوزراء لوضعها امام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشانها املا في ان تعيد الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصاديه كما ياتي ذلك في اطار ترحيب مجلس امناء الحوار الوطني بدعوه مدبولي مجلس امناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي وكذلك بتلقي مخرجات المؤتمر للاستفاده منها في فعلياته.